سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. الفيديو ديال اليوم غادي يكون مختلف على الفيديوهات اللي ديجا قدمتهم في لاشين ديالي. بالنسبة لنا هضرنا على الصباغة، على لي كوب، على طريقة ديال بروشينغ. غادي نهضروا اليوم على كيفاش نختاروا الفون دو تان او كريم الاساس اللي غادي يناسب البشره ديالنا، حيت كاينين بزاف ديال السيدات اللي بحال هكا تمشي تدير واحد، يعني كتختار لو فون دو تان ديالها، يعني كتكون تجربه فقط في يديها، يعني كتبغي مثلا شي حاجه اللي توالم البشره ديالها، يعني كتشوف بانه كافي انها فقط تستيها في اليد ديالها باش انها تختار هذاك لو فون دو تان وتشري. وهذه الطريقة غلط. يعني الأول حاجة خاصها تكون عارفة الأندرتون ديالها. بمعنى شنو هو الأندرتون؟ أي واحد فينا، أي إنسان خاصو يعني عفوا خاصو يكون عارف الأندرتون ديالو شنو. كاين أندرتون الدافي، كاين أندرتون البارد. هاد الأنواع ديال الأندرتون هما اللي كيخليونا نعرفوا شنو هو الكريم الاساس اللي تناسب كل بشره. وهذا الاختبار هذا كيكون عن طريق معرفه لون عروق ديال الدم. الو بالنسبه للاندرتون الدافي هذا كنسميو بالنسبه للناس اللي عندهم العروق في ايديهم خضرين، يعني سا سوفي ان الانسان يدير واحد الاطلال على ايديه تيبان ليه العروق، اللون ديال العروق ديالو صافي اوتوماتيكمون تعرف اش من نوع الاندرتون عنده. بالنسبه للناس اللي عندهم العروق خضرين اوتوماتيكمون هذاك اندرتون دافئ. يعني هنايا الكريم الاساس اللي خاص تستعمل السيده اللي عندها الاندرتون دافئ تكون مائل للاصفر او البيج، يعني اي فون دو تان تكون اصفر او بيج. هذا بالنسبه للناس اللي عندهم اندرتون الدافئ اللي قلنا كيمتازوا به اصحاب العروق الخضراء. بالنسبه لاصحاب العروق الزرقاء تمتازوا بالاندرتون بارد، هذا كنستعملو الكريم اساس اللي تيكون وردي او مائل للون الوردي. بالنسبه مثلا اللي تيكون عندهم هذا الاندرتون هذا البارد اللي كيمتازوا به العروق الزرقاء تيكونوا عند الاوروبيين، تيكونوا بزاف عندهم هذا النوع هذا ديال الاندرتون. عندنا ثالث نوع ديال الاندرتون هو الاندرتون اللي تيكون عفوا تكون طبيعي تيمتازوا به الناس اللي عندهم العروق البنفسجيه، هادو ما عندهم حتى شي مشكل، هادو ممكن يستعملوا جوج الانواع ديال الكريم الاساس، يعني الكريم الاساس الوردي او كريم الاساس الاصفر. بالنسبه للناس اللي عندهم العروق البنفسجيه، يعني فاش كتشوف يعني يديك، يعني كتشوفي مثلا العروق ديال يديك وتبان لك بانهم بنفسجيين، دونك هنايا تيكون الاندرتون ديالك اللي هو واحد الاندرتون زوين محايد، يعني ممكن دير فون دو تان تكون يعني كريم اساس يكون اصفر بيج او كريم اساس وردي. دونك هنايا هاد المسألة هذه ديال الاندرتون هذا مهمة جدا باش كل سيدة تعرف تختار الكريم الاساس المناسب ليها. ماشي كافي بانها تمشي عند مول المكياج وتشد الفون دو تان وتجربها فقط هنايا، هذه طريقة خطأ. لا بغات تجربها خاصها تجربها اولا في العنق ديالها، لانه هو اللي تيكون موالم مع البشره ديالها ديال الوجه ماشي هنايا. وتاني اول حاجه اللي مهمه تكون عارفه الاندرتون مناسب ديالها، حيت ملي هاد السيده كدير الفون دو تان بزاف الناس كيديروا هاد الفون دو تان هذا ومن بعد تيقلب ليهم رمادي او تيزرق، يعني كتولي واحد الفون دو تان زرقاء في الوجه، يعني ما كتبقاش واحد الصوره زوينه ملي كدير هاد الفون دو تان هذا. علاش؟ حيت هي ما يعني مثلا كان عندها واحد الاندرتون اللي دافئ وهي دارت
مثلا فون دو تان ورديه، او كان عندها مثلا اندر تون بارد ودارت فون دو تان صفراء، يعني خربقات الامور. لهذا ما كيجيهاش فاش كدير لو فون دو تان تتقول لك علاش انا ولات ليا زرقاء او ولات ليا رماديه، علاش زرقت لي هذا الفون دو تان، لانك انت ما اختاريتيش الكريم الاساسي المناسب للاندر تون ديالك اللي مناسب مع العروق. يعني حنا كنعرفوا هذا الاندرتون بالعروق، هنايا كنشوفوا العروق اش من لون عندنا، واش زرقين واش بنفسجيين واش خضرين، يعني سهل جدا باش اننا نتعرفوا على الاندرتون ديالنا واشنو كيجي معانا اش من فوندو ده. دونك هاد الدرس هذا بالنسبة للناس اللي عندهم مشكل في اختيار الاندرتون هذا. بالنسبة لهذا الاندرتون البارد اللي كيجي معاه الكريم الاساس الوردي هذا، كيكون كيمتازوا به قلنا العروق الزرقاء. دونك هاد قلنا بانه هاد الاندرتون هذا كيمتازوا به الاوروبيين. بالنسبه للاندرتون الدافئ كيمتازوا به يعني بحالنا حنايا المغاربه الافارقه، يعني كان كيجي معاهم داك كريم الاساس الباج او الاصفر، واللي عنده العروق البنفسجيه راه كيجيو معاه بجوج الانواع ديال الكريم الاساس. وماشي وبالنسبة للقضية ديال الكريم اساس، ماشي لو فون دو تا خاصها تكون غالية عاد ممكن انها يعني تجيلك مع وجهك، لا، يكفي انك تعرفي الاندرتون ديالك، يكفي انك تعرفي تستيها، يعني ما تستيهاش في يديك، تستيها في الرقبة ديالك. يكفي انك مثلا لكان لاختاريتي مثلا غلطتي واختاريتي واحد الدرجة ما مناسباش البشرة ديالك، خاصك مثلا يكون عندك دائما فون دو تان فاتحه وفون دو تان غامقه باش ديري ان ميلونج، حتى في الصالون ديالك ملي تخدمي الزبونه ضروري يكون عندك جميع انواع الالوان فون دو تان، باش مثلا ما يمكنش كل بشره عادي تختاري عادي تشري لها الدرجه ديالها، يعني كنتي كديري ان ميلونج حتى كتوصلي للدرجه اللي بغيتي ديال الفون دو تان. بحال مثلا جات شي سيده يعني مثلا سمراء وانت عندك فون دو تان اللي هي بين وبين، يعني ماشي ديال الناس السمرين وماشي ديال الناس البيضين، يعني فون دو تان متوسطة، يعني انت في هذيك الحالة عادي تاخدي فون دو تان اللي كتكون غامقة او كونسيلر، يعني اي حاجة تكون غامقة وتخلطيها شوية باش توصلي للدرجة ديال هذيك السيدة اللي بغيتي ديري ليها لو فون دو تان، او حتى تخدمي لراسك، يعني تكوني عارفة هذه المسألة. بالنسبة لفون دو تان دائما اختاروها زايدة بدرجة، من الاحسن درجة ماكسيموم درجتين، يعني ما تكونش 3 درجات او اكثر باش ما تبانش بانه راه دايره شي حاجه، يعني باش تبان ناتورال، يعني كل ما كانت الحاجه ناتورال كانت غادي تغطي لك العيوب احسن. احسن من انت مثلا بحال شحال من وحده كتكون مثلا سمراء وكتبغي تبيض وجهها، كتموت كتختار واحد الفون دو تان اللي هي فاتحه ما كتجيش مع وجهها وكتبين ليها العيوب كاملين وكتستق مزرقه ليها وجهها. دونك انا من الاحسن دائما فون دو تان في درجه اللون ديالك او كتختاريها زايده الدرجه، حتى في الكونسيلر كذلك. انا غادي نشوف معاكم في درس اخر بالنسبه لطريقه اختيار الكونسيلر، يعني هذه القضيه خاصها تكون دائما باش نتوصل للدرجه ديال الزبونه ديالنا او لينا حنايا، تكون عندنا يعني فون دو تان غامقه وفون دو تان فاتحه باش نديرو ان ميلونج. هادشي بالنسبه الا ما كانش عندك فون دو تان في الدرجه ديالك، يعني مثلا انت عندك فون دو تان بيضاء شريتيها، يعني غلطتي وشريتيها او جابها لك شي واحد وبغيتي يعني بلاصه ما تلوحيها ممكن تستعمليها، يعني تجيبي فقط كونسيلر غامق او فون دو تان غامقه، ماشي ضروري تشريها غاليه، يعني فقط تكون يعني كاين بزاف ديال لي فون دو تان يعني ممكن ديروا بهم ان ميلونج وتيكونوا بثمن مناسب. غتبقاي تزيدي على حسب، تزيدي وتجربي حتى توصلي الدرجة ديالك اللي مناسبة
اللي تناسبك، يعني ما تبيضي على وجهك، ما تسمري وجهك، يعني دائما خلي في الدرجة ديالك باش يتغطاو لك جميع العيوب ديال البشرة ديالك. هذه بالنسبة للطريقة ديال الفون دو تان، ويعني الطريقة ديال لابليكاسيون. ان شاء الله غادي نشوف معكم واحد الفيديو نديرو يعني طريقة تطبيقية، غادي نقول لكم هير دابا هير بشرح يعني مبسط، والتطبيق غادي يبان لكم احسن. بالنسبه للتطبيق ديال الفون دو تان راه سهل، يعني اي واحد كيعرفو. يعني حنا كنديرو الفون دو تان الاحسن ديريها، يعني على حسب، كاين اللي كيديرو بالباس وكاين اللي كيدير بيدي. صافي كتابليكي في وجهك، ومن بعد كتاخدي البونجا او يعني اللي البونجا ديالك اللي كتخدمي بها، من الاحسن تكون شويه فازقه، يعني ما تكونش ناشفه، وتطبطي في الفون دو تان ديالك حتى البشره ديالك تمتص مزيان هذيك الفون دو تان. بالنسبه هذه الطريقه المثاليه اللي كنتبعها ليا انا، او كنتبعها حتى للزبونات اللي كنخدم بهم اللي كنخدم لهم. يعني هذه طريقه مزيانه انك تابليكي بيديك او بالبانسو، يعني الطريقه اللي مناسبك انت واللي كترتاحي فيها، ومن بعد كت بحال داك الزائد ديري ليه داك البونجا، كديريها كتكون شويه ماشي فازكه، يعني بحال اللي كان في الزكاوه وتتعصريها، يعني ما تكونش ناشفه صافي باش تدخل ديك الفون دو تان مزيان للبشره. هذه بالنسبه لطريقه لابليكاسيون ديال البشره. حتى ان شاء الله ندير معاكم واحد الدرس ديال كيفاش ناسسوا البشره قبل ما نديروا لو فون دو تان، حيت ملي كتبغي تمشي مثلا شي مناسبه، تخرجي او تخدمي شي زبونه مثلا عروسه، وهذا ماشي او ماشي كديري الفون دو تان هي اول حاجه. كاينين امور كنديروهم قبل من لو فون دو تان لينا حنا او العروسه او الكليانه اللي كنخدموا ليها، عاد كيجي الدور ديال لو فون دو تان بحال اللي كنأسسو ليها البشره قبل من اننا نديرو كريم ديال الاساس اللي تيكون هو اخر حاجه كنديروها، ماشي اول حاجه كما فاهمين بزاف ديال الناس. نتمنى هذا الفيديو يكون استفدتوا منه ونال الاعجاب ديالكم. دعموني بلي لايك ديالكم، بلي اشتركوا ليا في القناة، هذا يعني باش نزيد ونزيد نعطي ان شاء الله في القناة ديالي، وتستافدوا معايا بهذا الشيء اللي تنعرفه بالخبرة المتواضعة ديالي. وإلى فيديو لاحق ان شاء الله.